مزود لحتى يعني مزود لحتى كون جا تم ليسي ما كانش يمكن شي غادي يكون حتى نزل معنا لا يمكن يكون والله يودي نمشي مع بعض نمشي مع بعض الباجي اختياركم هذا على شنو مبني؟ خاطر يعرف كل شيء خاطر هو قديم ومشى مع بنيبه ومشى مع بن علي يعرف يسير البلاد يعرف يسير البلاد مش كيما واحد دخل هكاك يرقد على الكرسي ويرقد ويخلي علينا ونحط برا غلي برا جبش العطاء هكاك حاجه بلاد متنا بالشر صاحبي متنا بالشر في البلاد متنا بالشر ما عادش نجمو نقضي ما عادش نجم انا مراها الشال عندي اربع صغار نخدم عليهم بدينار ب 2000 ب 3000 باش توكلهم ما ياخذونيش 3000 هاي تلقى فيهم 3000 هو فعلا يوم حسم لانه هذا الدور الثاني ومن سيقع الانتخاب نتاعو هو باش يقود السفينه على امتداد 5 سنين يا اما الربان قادر باش يقود السفينه ويوصلها الى شاطئ السلامه والا لا خير فيه معناها احنا اللي ننتظروه من الرئيس المقبل برشا باعتبار انه وقع انهيار كبير في العديد من عناصر الحياة بالنسبة للمواطن أهم هو العنصر الاقتصادي الأمني التعليمي باعتبار أنا بنت التعليم يلزم الإنسان اللي باش يقود هالسفينة بطبيعة الحال ماهوش وحده معاه حكومة والشعب الشعب هو اللي ولا يقول رأيه ويعطي كلمته مش الرئيس فقط هو اللي مش رئيس الواحد والأوحد هو اللي يدور دواليب الدولة كلها فما حكومة وفما شعب شعب يقول لا وقت اللي يلزم باش يقول لا وشعب يقول يعطيك الصحة ومن اجتهد وأصاب فله أجران ما فماش من اجتهد ولم يصب ما فماش لم يصب بيلزمه يعرف كيفاش يبرمج ويعرف كيفاش إذا كان ما نجحناش خاطر ماهوش سهل باش بين عشية وضحاها كل شيء يتغير بشوية بشوية بالإمكانيات اللي موجودة بفتح المجال للاستثمارات ببرنامج يلزم يكون يوصلنا لشاطئ سلامة كما قلت وكونه التونسي يرجع الثقة في الدولة وما عادش كل نفور وما عادش عدم الثقة وما عادش خايف المرزوق كل البلاد إن شاء الله لأنه رجل ذكي ومثقف ومش متكبر وما يحبش الحمير وما يحبش يصبغان الشعر فهمت أختي؟ ويتمنى يكون عليك كيفاش سوريته معوجه ما يسالش انا نحبوا سوريته معوجه ويبدا راجل يعمل بلاد ويسوق بلاد ويعمل بلاد لانه يحب الشعب ويحب صحيح مش لاهي بحوايج لا ما عندوش باش يدلها اولا لا عنده حزب هو جاي باش يكسر الدوله باش يكسر لان فما فرق وقت اللي فما حكومة من نوع هو جايب في فزد لكل برامج الدولة معناه اليوم الحكومة لا تنجم من أي اقتراح دعم يجي هو ضدها ولهذا ما ينجموش البلاد تحرك حتى لا عنده تجربة جربناه 3 سنين ما عمل حتى 23 سنة المخلوع جربته لا لا لا, 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 لا المخلوع ماهوش في الانتخابات المخلوع لا يعملنا في الانتخابات كل عام لا المخلوع ما انتخبناش ينتخب روحه
قادرة ويقعد على راه. أما المرزوق ما عنده حتى برني يرجع عمل 3 سنين وما عمل حتى شيء. هذا هو يحب عايش. هذا صحيح كل واحد. أما ما يبي ما أنا أحب هذاك كل عجبكم ما عجبكم شو شكيو بيا برا. لا لا أنت حرة. ولا. أما عملت الغلط. لا ما عملت غلط طيب ولا. هي المشكلة. طيب اللي رجلك ما عاد. تو يولي رجل بابا تو يولي رجل معناه ما كان. ما قلتوا عليه. مخلوق انت ما عملت شيء انا عملت 20 سنة حبس على خاطر انا ايوه يعني كنت ضد انت وقتها مازلت قمتوا فيك ما تعرفش معناها الديات انا نعرف معناها الديات بنعرف برج الرومي ونعرف الحبس ولي هذا ما نزيدوش على رواحنا ايوه ولي هذا ما نزيدوش على رواحنا والله الناس الكل احنا نلوجوا باش نرتاحوا باش تونس تتقدم باش قال الراجل نخمو في صغارنا نهار اخر هذاك هو لا اكثر لا اقل وكهو نحبوا نرتاحوا يزينا من الرهيب يزينا من الموتى يزينا من الشهداء وكهو نهار اخر يدفنوني بيه هذه علم بلادي ما نتساهلش معاهم فهمت مرته قالت لبنتي قالت لها اخرج قالت لها نحي هذا كاش يجيبك الامن عليه ضربوا تونس ولا يسيق ها ولا نحطوا ضربوا قطر ها ضربوا هذا نحبهم يدفنوني بيه نهار اخر تاع بلادي فهمت حتى حد ما ينجم يمنعني حتى حد كان ربي سبحانه ربي هو اللي منعني اكهو وبربي لا تقص حط حرف احنا في عصر الديمقراطية وعصر الحرية فهمت ولا تونسية حرة ونتشرف بعلم بلادي ولا جيم فيه تونس ما فيه حد شيء نعرفش عليش نحي ونحي انما بحياتي البشر قاتل قالك شعار البيجي بيجي شعاره تونس مرزوقي شعاره شنو كان هذا تونس بيجي مرزوقي شنو والله احنا توا في التجربة الثالثة نمسكوا المركز هذايا مركز 18 نجم الهلم التجربة الثالثة يعني تجربة الرشد لاحظت انه اكثر تجربة اكثر خبرة المواطن التونسي زاد تعود اكثر الامور هادئة اكثر كما تشوف والديمقراطية كبرت انا نشوفها في مخاخنا ان شاء الله يعني تولي تنضج وتثمر وتينع وان شاء الله بلادنا من خير الى خير عايش فهمتني انا شو نقول ماذا تغير التونسي قرب اكثر من بعض التونسي اللي من اليمين واللي من اليسار واللي من حزب فلاني ومن حزب فلاني انا كانوا عندي الملاحظين كانوا يتعاركوا في الدوره الاولى خلاص التشريعيه الاولى والرئاسيه الاولى كانت تحس فيهم هكا الاخوه الاعداء مره هذه لا شوفهم قاعدين على بعضهم يتقاسموا في الكاسكروت يتقاسموا في النكته يتقاسموا في الضحكه وفي الابتسامه وفي نهايه الامر انا نقول الديمقراطيه على نار هادئه تنضج ويعني لباس اذا هي اقل لكن مش ماهيش هذا مؤشره لانه التونسي يعني ما يحبش ينتخب او لا انا اقول لا هي عادي التونسي للمره الثالثه يجي ويشد الصف ويتعب باش يعطي صوته اليوم الطقس بارد ولكن رغم هذا نشوفوا ناس شد الصف من 6 متاع الصباح انا ريتهم شادين الصف في محيط المركز وقاعدين يعني صابرين باش يعدي يعني يؤدي صوته ويغادر على روحه في كل نظام فعلا في الساعه 6 سيتم غلق المركز ويعني يتم وقتها مراكز الاقتراع تتحول الى مراكز فرز ويتم حسم يعني يتم وقتها نحسبوا ونخرجوا النتيجه النهائيه ماهيش صعيبه زوز من الناس برك مره هذه احنا المهم انه اللي باش يشد اللي باش يقول التونسي اللي كن انت رئيسي سيكون بقي فقط ان ننجحوا هذا المهرجان ننجحوا هذا العرس يعني وفي الاخر نكونوا يعني فعلا تونس سباقه في انه في هذا الربيع العربي وفي هذا يعني في هذه التجربه يعني ان شاء الله على المستوى العالمي نعطيه درس للجميع في هذا التحول الهادئ والمعبر والله جيت اليوم عاشر كل عبيد الكل نصور باش
باش ننتخب معناها هذا واجب معناها مش حاجة أساسية لازم تعملها باش تعمل بلادك بعد ما العباد عملت ثورة معناها لازم لازم برشا شباب تتحرك لازم يزينا مش شياب ومعناها هذاك المفيد مفتخرة برشا ومتفائلة اللي إن شاء الله تونس باش تحل صفحة جديدة ونرجع لتونس كما بعضنا قبل كل صور بحر الباشر بحر المرزوقي الفايدة اللي نرجع متضامنين ترجع تونس باهية توحشناها تونس توحشنا تونس بتاع قبل إن شاء الله ربي يسترنا ويحمي جنودنا خاصة ويرحم اللي ماتوا الكل خاصة الشهداء باش نسير بلادي وبالطبيعة مستقبل كل حد فينا وإحنا رجال بلادي علينا يعني باش نمشيو ننتخبوا باش نضمنا مستقبلنا وكل شيء دونك حاجة تلزمني الوطنية نتاعي كل حاجة تلزمني باش نجي ننتخب.